زي ما انتم شايفين المواجهات مع العدو، بتلاقي الشباب الفلسطيني بيرفعوا اعلام الجزائر. اليوم حابين نطلع في غزه نعرف ليش الشباب هذه بترفع اعلام الجزائر، ايش الارتباط الوثيق بيننا وبين الجزائر. فخليكم معنا نشوف رد الشارع الفلسطيني ليش الشباب بيرفعوا اعلام الجزائر. خليكم معنا. اكيد شعب الجزائر شعب بحبنا، يعني احنا بنحبه، يعني هو الشعب الوحيد اللي بنحسه دائما واقف فرانا وفي ظهرنا. بصراحه لو كان يعني الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري على حدود واحده كان زمان الشعب الفلسطيني اتحرر، لانه الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني روح واحد وقلب واحد. رد منك جماهير بشكرنا العميق للشعب الجزائري والحكومه الجزائريه على وقوفهم بجانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. أي دولة مثلا تحس أنها تتعاطف معنا على السريع، يعني إحنا بننضم إلها، يعني سواء الجزائر أو غير الجزائر. يعني إحنا أول شيء أمة واحدة عربية من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بعدين شعب الجزائر مر باحتلال زينا وعانى الويلات من الاحتلال وظلنا نقاوم حتى مخرج الاحتلال. علاقة الشعبين ترابطية في الدم، احنا بننسنتخ تجربتنا الفلسطينية وتجربة دفاعنا عن القضية الفلسطينية من التجربة الجزائرية. وتم اعلان دولة فلسطين في الجزائر، بعدين ابو عمار اعلن دولة فلسطين في الجزائر. محبة طبعا بفلسطينية، بحبوا بحبوا كل الدول العربية يعني زي هيك. والله يعني الجزائر يعني هنا محطوطة يعني القلب، يعني كل شباب، يعني والله كل اهل غزه بحبوها، واكيد هم بحبونا من كثر ما احنا من كثر ما هم بحبونا احنا بنحبهم، يعني هم بتمنوا يجي عندنا واحنا نيجي عندهم، لانهم هم زينا ضحوا وشافوا المعاناه اللي احنا بنشوفها هلا من الاحتلال الاسرائيلي الغاشم هذا. واحنا بنحيي اهل الجزائر، كل التحيه لعيونهم من اهل فلسطين. بلد الجزائر بلد المليون شهيد وبلد جميل ابو حريد، يعني اللي بشعر ما بيعرف فيك الا اللي كان زيك اكيد. شكرا. احنا نعتبر حالنا كلنا شعب واحد، الجزائر كل الامم العربيه شعب واحد نعتبرها، لانه الجزائر بلد المليون شهيد، قدموا مليون شهيد عشان ينالوا حريتهم، وهم بحبونا كثير وبتضمنوا معنا دائما واحنا بنتضامن معهم. وشعب احنا بنحبه وهو بحبنا وفي موده بيننا. لأنه عارف إنه الظلم اللي عاش فيه الشعب الجزائري نفس الظلم اللي عايش فيه الشعب الفلسطيني. طول عمره واقف معنا من أيام المنظمة، عرفت كيف؟ عشان هيك هو مرتبط بالشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري توأمة، وإحنا بصراحة يعني كشعب فلسطيني بنحب الشعب الجزائري. بنحس إنهم فلسطينيين، يعني قريبين منا بشكل مش طبيعي. يعني بيفكروا فينا وهمهم من همنا، فهم كيف؟ بعيطوا علينا، يعني بكلم شباب على الفيس من الجزائر بقاتل نفسه بده يجي يساعدك، يعني مهتم في قضية فلسطين أكثر من الفلسطينية. كانت محتلة وضحت بأكثر من مليون شهيد، عدا عن الخسائر الاقتصادية والبشرية والتنموية، وتحررت، والان هم بيهتفونا لنمشي على لنمضي على نفس الطريق. هم الجزائريه بيحبوا الفلسطينيه، وان شاء الله يكون هكذا الناصر قدامهم. لانه الشعب الجزائري هو الشعب الوحيد يعني اللي عانى نفس معاناه الثوره الفلسطينيه. الشعب الجزائري قريب من الشعب الفلسطيني، عندما يسافر الشعب الفلسطيني الى الشعب الجزائري فيجد الحضن الدافئ في الجزائر. انا بحب الجزائر. ها انت عسل. ها شعب الجزائر قد ما نحكي عنه قد ما نوصفه ما بندهوش حقه. شعب الجزائر شعب عظيم. الجزائر يعني مش من اليوم بنحبه، من زمن يعني من زمان بعشق الجزائر. وقف معنا هو استضاف الثوره الفلسطينيه عشانهم دائما متضامنين مع الفلسطينيه، ودائما الجزائر تقف مع الفلسطينيه. الجزائر يا زلمه قشعر بدني يا زلمه. ليش الجزائر هو الشعب الوحيد يعني اللي بتلاقي نسبة حبه كبيرة للشعب الفلسطيني؟ هم قريبين منا، محبتهم منا يعني معروفة، يعني انه الجزائر بحبونا وهيك. 1 2 3
زي ما احنا شفنا اراء الشارع الغزي او الفلسطيني بشكل عام، قديش بيحبوا اهل الجزائر، عشان اهل الجزائر ناس وقف معنا قلبا وقالبا. احنا بنتمنى من الشعوب العربيه تصير او تصير على نهج الجزائر، تقف معنا تأيدنا يعني بشتى الوسائل، يعني الواحد زهق وبنستنى بس الشعوب العربيه تتحرك اكثر. ومن قلب غزه بنشكر الشعب الجزائري والجزائر بشكل عام يعني، وكل المحبه لكم. Thank you.